هو ده اللسان فين؟ خد اللسان؟ خد اللسان ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحم أمواتنا المسلمين أجمعين. ما يغركمش شكل الكوارع يا جدعان، الكوارع بتاخد سوا سوا يعني وقت على النار. ها كل عليك يا حبيبنا، عظماء البيضة دي يعني بتاخد ايه وقت؟ ها بس كرع تفاح. هقطع الكوارع دي لما تهدى شويه. ايه انت هنا؟ هقطع الكوارع بس الاول وبعد كده ايه؟ بصوا عشان التليفون بيتهز. دلوقتي يا جدعان الكوارع دي جاموسي بتاخد سوا، بتاخد ايه؟ بتاخد سوا، عضميتها بيضة، يعني ده من النوع اللي حبل وولد وحبل وولد ورضع وكده يعني، بيستوي بس بياخد غلوة بالليل وغلوة الصبح، يعني ده عشان يستوي لازم غلوة بالليل وغلوة الصبح. روح هناك شوية كده، روح هناك. العظماء بيضة يا جدعان، بيضة يا شايف، واخد بالك؟ بياخد سوا بس بيستوي، يعني في الاول وفي الاخر بايه؟ بيستوي بس غلوة بالليل وغلوة ايه؟ الصبح. لا اما على نار هادية وسيبه بقى 3 4 ساعات مع نفسه، لكن هو لو خد نص ساعة بالليل وبتاع ساعة الصبح مثلا خلاص. يعني انت لما تعوز تاكل كوارع كلها قبلها بيوم يا عم، ايه رايك؟ في منبر بلدي وفي منبر مستورد، ابو 50 المستورد اهو، الجهه ابنا منبار كده بقى، الجهه منبار يا كده بتجيبك انت خالص، انا جاي بنفسي بس. انت بتاخدي مني حاجه وحشه يا حمد؟ بتاخدي مني حاجه وحشه كده؟
أكيد في معلومة في الفيديو برضه، أكيد في معلومة صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كواغينا